صباح الخير والتفاؤل، صباح جديد ويوم جديد، وهذا الصباح على مدار أقل من ساعتين تقريبا بشوية صغيرين، ساعتين العشر ساعتين العشر دقايق عمرو مسك لنا الساعة. معنا موضوعات مختلفة ومتنوعة، إن شاء الله يا رب تكون تنال إعجابكم ورضاكم. صباح الخير يا عمرو. صباح الخير يا كريمة، صباح الخير مشاهدينا الكرام. في خمس دقايق في الأول وخمس دقايق قبلين فكده ساعتين العشر دقايق بالظبط كده. يومكم سعيد إن شاء الله، يومك سعيد إن شاء الله يا كريمة، ونتمنى إن شاء الله يكون يوم مليء بالأمل والعمل وفقرات متنوعة إن شاء الله. نتمنى هي تحوز إعجابكم النهاردة، ونحاول نطوف كل مكان، نحاول كده نشوف المستجدات. في الحقيقة عندنا موضوع النهاردة، في جامعة القاهرة بتطلق المؤتمر الدولي رقم 20 للعلاج الطبيعي تحت عنوان العلاج الطبيعي من الإعاقة إلى الحياة. في الحقيقة طبعا العلاج الطبيعي من الحاجات اللي مهمة جدا جدا جدا، والطب أثبت يعني بيعتمد عليها بشكل كبير دلوقتي كحاجة تعليمية يعني، وبقى داخل في مجالات كتيرة جدا. تقريبا ما فيش حد أعرفه ما بياخدش كورسات أو جلسات علاج طبيعي لأي شيء بقى، بسبب عاداتنا السلوكية، سواء فترة طويلة قعدتنا على الكمبيوترز فترة طويلة بحكم الشغل مثلا والموبايل، صح، فقرات الرقبه. فيعني في موضوع مهم جدا، يا ريت ان شاء الله تتابعوه معانا. كمان طبعا الموضوع الاهم والابرز هي القمه المصريه الامريكيه اليوم بالعاصمه واشنطن، طبعا يعني بتاتي في اطار العديد من اللقاءات بين القائدين، القائد المصري عبد الفتاح السيسي والامريكي دونالد ترامب. هنعرف كمان تفاصيل اكتر حوالين هذه القمه، ده بالاضافه طبعا لموضوعاتنا الثابته الاساسيه. معانا هيكون معانا جولة في الصحافة ومعرفة لأبرز العناوين اللي طلعتنا بها الصحف المصرية النهاردة. بالضبط، أكيد نحاول نبتدي يومنا كده نعرف إيه الأخبار، أخبار الطقس إيه. طبعا معروف أن بداية الربيع كده بيكون متقلب، شوية برد شوية حر، صح. بالليل حر، مطر حبتين، مش عارف إيه اللي بيحصل. هنشوف دلوقتي مع دكتورة إيمان شاكر إيه الأخبار وإيه التفاصيل. صباح الخير دكتورة إيمان. صباح الخير أستاذ عمرو، صباح الخير أستاذة كريمة، وصباح الخير على كل المشاهدين. صباح الخير عليكي، طمنينا إيه الأخبار يا دكتور؟ احنا طبعا اليومين اللي فاتوا شاهدنا ارتفاع في درجات الحراره كانت اعلى من المعدل بحوالي من 3 ل 4 درجات مئويه، وفعلا الجو كان بيقول بيكون حار اثناء النهار لكن طبعا ما زال بارد اثناء الليل. اليوم ان شاء الله هيكون في انخفاض طفيف في درجات الحراره، هترجع للمعدلات الطبيعيه بتاعتها، يعني بحوالي درجتين تقريبا تنخفض مقارنه بامس واول امس، فالجو هيكون معتدل اثناء النهار وبارد اثناء ساعات الليل والساعات الاولى من الصباح الباكر. ما زلنا طبعا بناكد على كل الساده المشاهدين عدم تخفيف الملابس بصوره كبيره خلال هذه الفتره، وخصوصا للاطفال. طبعا الرؤيه الافقيه بتقل في تكون الشبوره المائيه في الصباح الباكر وخصوصا على الطرق الزراعيه، فبننصح بالقياده بهدوء على الطرق. ايضا ما زال في فرص اليوم لسقوط امطار خفيفه المتوسطه على مناطق من غرب البلاد وجنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الاحمر، والامطار دي يعني غير مؤثره على الانشطه اليوميه، امطار خفيفه مش هتاثر على اي شيء ان شاء الله. وده بالفعل اللي حصل امس واول امس، كان في امطار على مناطق من جنوب البلاد زي اسيوط، هنا سوهاج، بعض المناطق من هنا من جنوب البلاد. بالنسبه للرياح معتدله مش هتكون في اي مشاكل في حاله الطقس ان شاء الله. دكتور إيمان، يمكن بتبقى المشكلة دايما في نسبة الرطوبة هي اللي ممكن تخلينا نحس بالحر أو بارتفاع درجات الحرارة، هل في ارتفاع في نسبة الرطوبة خاصة أن في شبورة في الساعات الأولى من الصباح؟ هو الرطوبة بتكون مرتفعة في الصباح الباكر وبعد كده بتبدأ تقل تدريجيا مع ساعات النهار، وخصوصا مع أشعة الشمس بتبدأ الرطوبة تقل. يعني ارتفاع الرطوبة اللي بيأثر على الحرارة ده لسه بدري عليه، ده بنشوف في فصل الصيف، لكن احنا لسه ما زلنا في بداية فصل الربيع، فيعني الحمد لله الجو نسبة الرطوبة تكون معقولة خلال هذه الفترة فمش هنحس بيها الحمد لله. تمام، لكن حركة الملاحة مهيئة تماما. الملاحه البحريه معتدله تماما، مهيئين لكافه عمليات الصيد والبلاحه سواء البحر الاحمر او المتوسط. طيب بدرجات الحراره المتوقعه يا دكتور؟ القاهره 27، اسكندريه مطروح 20 درجه، مدن شمال الصعيد المنيا الفيوم اسيوط من 29 ل 30، وجنوب الصعيد قنا والاقصر واسوان وحلايب 30 من 33 ل 34 درجه مئويه. نعم، بنشكرك، شكرا جزيلا دكتور ايمن شاكر خبيره الارصاد الجويه، شكرا جزيلا لحضرتك. العفو، شكرا جزيلا. طيب خلينا نروح لفاصل الاول ونبدا من بعده نبدا جوله اخباريه، نشوف في الفاصل ده طبعا فقره خاصه عن الايروبكس نبدا بها صباحنا بمزيد من النشاط والتفاؤل، خليكم معانا. We'll be right back.
نبتدي الستاب تاتش. طبعا لازم نتعلم مع بعض اسماء الحركات، ده مهم جدا. وستيب كيرل بنحاول كل مره نضيف حركات جديده عشان يكون عندكم كم من الحركات الكبيره. ما ننساش النفس، ستيب هيل جود. طبعا حركه الايد مهمه جدا وبتساعد على تنظيم ضربات القلب. وابتدي اعمل سايد تو سايد، من جنب لجنب، والاطاله بتاعتي بتاعت كل مره، وما كسلش فيها لانها مهمه جدا عشان ما يحصليش اي شد، خاصه ان احنا الجو برد الفتره دي. فابتدي انزل على تحت، وما انساش اهم اطاله للظهر والفوق and shoulders، الايد والشست. ونبتدي دلوقتي التدريب بتاع، هنعمل مجموعه من التمرينات برضو بعد كل تمرين وتمرين الجنبات، بس النهارده هننوع في شكل الجنبات شويه اللي بنعملها. التمرين الاول سكوات، طبعا احنا عرفنا السكوات بيتعمل ازاي، وهنعمله برضو 10 في 3 او 15 في 3. طبعا لو حد متابع الحلقات بتاعتنا اكيد دلوقتي قدر يوصل للتكرار بتاع ال 15. وبعد ما اخلصه ابتدي اعمل جامب. اهم حاجه في الجامب النفس، استوب واخد راحه بتاعتي. طبعا الراحه ما بين كل تمرين والتاني ممكن تكون 30 ثانيه او دقيقه حسب ما انا حاسه بالمجهود بتاعي. صعب ان احنا نحددها في البرنامج لان اكيد في اكتر من حد بيشوفنا ومستوى اللياقه البدنيه بتاعه مختلف. التمرين التاني هنعمل بوش ابس، واهم حاجه طبعا ترتيب التمرينات، احاول ان انا ما احطش تمرينين للرجلين ورا بعض علشان ما اتعبش. وابتدي اعمل، طبعا برضو 10 في 3 او 10 او سوري 15 في 3. وابتدي اقوم اعمل جامب، وابتدي اخد الراحه بتاعتي. المجموعه الثالثه كرانش، وهي خاصه بمنطقه البطن، وابتدي اقوم وما انساش طريقه القوم علشان ما اذيش ظهري، واعمل اي حركات جامب. هنضيف بقى علشان النهارده هيبقى عدد تمرينات كتير شويه، هنعمل المجموعه الرابعه وهي لافت ني. هبتدي من هنا ارفع الركبه ان. التمرين ده مفيد جدا للناس اللي عندها مشاكل في الركبه لان ما بيحصلش تني وفرد للركبه كتير. وغير الناحيه التانيه، مفيش مشكله خالص لو البالانس او الاتزان بتاعي ضعيف، ممكن اسند على اي حيطه، مفيش مشكله خالص. فاريح وابتدي اعمل كارديو. كل الجنبات دي تحت مسمى كارديو، التمرينات اللي بتعتمد على القلب. بعد كده هبتدي اعمل تمرين للظهر، من هنا هثبت رجلي في الارض خالص وايدي على قدام واحاول اقوم. وطبعا وانا بقوم الظهر اخد بالي ان انا اسند نفسي علشان ما تاذيش، واقوم اعمل جامب. ما ننساش ان كل التمرينات دي ممكن تاخد مننا تقريبا 30 دقيقه. ليه؟ لان احنا بنعمل التمرين الواحد 15 او 10 في 3 زائد الجامب 30 ثانيه او دقيقه. اخر حاجه في السيشن بتاعتنا طبعا هي الاستريتشات علشان اريح جسمي والعضلات ما يحصليش اصابه. والظهر طبعا الاطاله دي المفروض تكون حوالي 5 دقايق او اكتر شويه علشان العضله تاخد المدى الحركي بتاعها الكافي. والناحيه الثانيه
نبدأ معاكم جولة سريعة مع تقاريرنا وأخبارنا، نبدأها من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي في اليوم الأول من زيارته إلى العاصمة واشنطن مع مايك بومبيو وزير خارجية الولايات المتحدة، وده كان بمقر إقامة الرئيس السيسي في بلير هاوس. كمان التقى بكبير مستشارين الرئيس ترامب جريد كوشنر، وكمان إن شاء الله في لقاءات متتالية لحد ما نصل للقمة بإذن الله، يمكن حوالي على الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة القمة ما بين ترامب وما بين السيسي إن شاء الله. أكيد في مستجدات كبيرة جدا، وكل الكل متشوق عشان يعرف إيه التفاصيل. صحيح. أكيد في موضوعات كبيرة جدا يتم تناولها في خلال هذا اللقاء الثنائي ما بين الزعيمين. نتابع تقرير محركنا مرة تانية. استهل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي نشاطه بالعاصمة الأمريكية واشنطن بلقاء السيد مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، وذلك بمقر إقامة سيادته، بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، حيث تناول اللقاء استعراضا لمجمل العلاقات الثنائية التي تربط البلدين وسبل دفعها على كافة الأصعدة إلى آفاق أرحب. كما التقى السيد الرئيس بمقر إقامته السيد جاريد كوشنير كبير مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقد أكد السيد الرئيس خلال اللقاء حرص مصر على استمرار تعزيز علاقاتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة على نحو يخدم المصالح المشتركة للبلدين، مستعرضا سيادته جهود مصر لمكافحة الإرهاب. بدأت الجهود بتتحقق أو تؤتي بثمارها بشكل لحد ما في قطاع السكك الحديدية، وعشان كده بدأ مجموعة كبيرة جدا أو شريحة كبيرة جدا من المواطنين بيثمنوا القرار الخاص بتطبيق الغرامات للي بيركبوا في نص الطريق أو بيركبوا بدون تذاكر، وده كان مسبب طبعا زحام كبير وكان مسبب عدم تنسيق في منظومة القطارات لحد ما. الحقيقة الكل يا كريمة كان بيطالب الموضوع ده، مش معقول السكة الحديدية تفضل تخسر بهذا الشكل، الناس تركب وما تدفعش حتى أجرة الركوب الخاصة بها، لازم يكون في ضبط لهذه المنظومة. في الحقيقة طبعا التجديد وتجديد الغرامات ده موضوع مطلوب جدا والكل كان بينادي بيه. في الحقيقة برغم ان هو يعني الناس بتبقى زعلانة عشان هي مش عايزة تدفع فلوس الحاجة اللي هي بتعملها، لكن الحقانة واللي بيعرف الحق في الحقيقة راضي بالموضوع جدا وشايفين انه منظومة ناجحة جدا والكل. صحيح. كمان مبسوط. بس هي النقطة كمان يا عمرو، وده برضو من ضمن مطالبات الناس ويعني حقهم ان احنا نقوله ونتكلم عنه، هو ان لازم يحصلوا على التذاكر، لان في ناس بتركب مش عشان ان هي معاش فلوس تدفع، هي مش عارفة مش تلاقي التذكرة، فبتضطر ومضطرة المرتبطة بمواعيد، فبتضطر انها تركب وبتدفع الغرامة ما عندهاش مشكلة، فده كمان بيتطلب كون منظومة الحصول على التذاكر تكون افضل واسهل يعني. مظبوط. خلينا نشوف التقرير معاكم الكاميرا تاني. من هنا من هذا المكان وتحديدا من مدخل محطة مصر تبدأ هيئة السكك الحديدية منظومة جديدة، منظومة شعارها الانضباط في مواعيد القطارات والتفاني في العمل والحفاظ على موارد الدولة. إذا كنت مسافرا عبر السكك الحديدية فأنت على موعد مع نظام جديد، فكل ما عليك أولا هو الحصول على تذكرة قبل الدخول إلى المحطة حتى لا تعرض نفسك إلى دفع الغرامة المقررة، وهي 10 جنيهات للقطارات المميزة والمطورة، و20 جنيها للمكيفة والأسباني والفرنساوي، و30 جنيها لقطارات الفي آي بي. بالراكب دلوقتي على الشباك جري عشان ما يدفعش غرام، فأدى التزام الراكب، بالراكب ملتزم ياخد تذكرته ويخش يركب قطر، ما يركبش من غيرها، إيه اللي يخليه يركب بيها من غيرها؟ منظومة جميلة جدا جدا والله، ما هي موارية ولا مجاملة، بالنظام كويس. وبعدين في حاجة تانية، القطر كان بيروح 50% من إيراد القطر، الوقت جابه يعني بصراحة يمكن 50% من الأورا كانت كل الناس بتكوي أي كلام من غير التذاكر. ورغم المردود الجيد لمنظومة الغرامات الجديدة سواء من قبل المسافرين أو من ناحية تعظيم موارد السكك الحديدية بنحو أكثر من 40%، إلا أن البعض كان لديه بعض الملاحظات حول آلية التطبيق. ما انا ممكن اقطع تذكره، لا القطر الزحمه ما اعرفش اركب، المفروض ان اقطع تذكره لا كرسي. ناس طالعه من شغلها على السنه تركب القطر على طول، دلوقتي في ناس بتبقى متاخره بتروح على ما تجيب التذكره بيكون القطر فاتها.
وأعلنت هيئة السكك الحديدية زيادة نسبة التذاكر بنحو 20% لحين توريد 1300 عربة ركاب والتي تعاقدت عليها الهيئة مؤخراً. أنا ليه أسطح القطر وقع وموت واجيب المسؤولية على البلد؟ طب أنا اللي بعمل كده في نفسي، أطلع من غير تذكرة ليه وعرض نفسي لحاجة زي كده؟ أنا عن نفسي يعني أنا اتغرمت الصبح، بس أنا مبسوط إن أنا اتغرمت لأن هيبقى في انضباط بعد كده. يعني أنا دفعت 10 جنيه غرامة الصبح، بس وأنا داخل في نظام دخلوني من باب تاني ودفعت التذكرة الأساسية اللي هي 5 جنيه. وتخفيفاً عن كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، دفعت هيئة السكك الحديدية بعدد من سيارات الجولف كار لنقل المسافرين من الساحة الأمامية إلى داخل المحطة، فضلاً عن توفير عدد من الكراسي المتحركة للمرضى. من داخل محطة مصر، أشرف مبارك، النيل. الحقيقة أن الفترة اللي فاتت شهدت العديد من الجهود المبذولة من أجل ترميم الأثار المصرية وكمان الاكتشافات الأثرية الكتير يعني ما شاء الله يعني الحضارة المصرية لا تظلم. بالضبط في الحقيقة. تم إعادة ترميم وتشييد تمثال عملاق في صورته الأصلية للملكة رمسيس الثاني بارتفاع 12 متر ووزن 45 طن. بالمناسبة التمثال ده كان متكسر على 70 قطعة وتم ترميمه بأيدي مصرية خالصة. أنا قريت الموضوع. متكسر على 70 قطعة وتم ترميمه بأيدي مصرية خالصة، ما فيش أي حد شارك فيه إطلاقا، وعيد لسابق عهده تماما، وده اللي هنشوفه مع حضراتكم. في الحقيقة في مشاريع كبيرة جدا في وزارة الآثار لخفض المنسوب الجوفي الخاص بالمياه، لأن ده بيأثر بشكل كبير جدا على الآثار المصرية. نشوف التقرير ده مع حضراتكم ونرجع من محافظة سوهاج. بعد أن كان محطما إلى 70 قطعة، أعيد ترميم وتشييد تمثال عملاق في صورته الأصلية للملك رمسيس الثاني. التمثال كان متكسر لسبعين قطعة. تمثال مين؟ تمثال الملك رمسيس الثاني. 70 قطعة ملقى على الأرض منذ مئات السنين، والحمد لله في 6 أشهر بأيادي مصرية خالصة تم ترميم وإعادة تركيب التمثال اللي بلغ ارتفاعه 12 متر وبوزن 45 طن من الحجر الجيري. وجاء كشف النقاب عن هذا العمل في إطار مشاريع تنموية مختلفة بمحافظة سوهاج، تتضمن أيضا إقامة مشروع جديد لخفض المياه الجوفية في معبد سيتي الأول وأعمال الحفر والتنقيب في آخر معبد تم اكتشافه في البلاد. وقال وزير الآثار خالد العناني إن هذه المبادرة على قدر كبير من الأهمية لأنها تصنع دعاية كبيرة لمنطقة سوهاج. ناحية ترويجية هو مهم جدا، لأن النهاردة العالم كله هيتكلم على منطقة تانية في سوهاج، وعشان كده وزارة الآثار نظمت الإيفنت ده عشان توجه الدعوة لعدد كبير من سفراء العالم عشان يشوفوا الجمال ده. يعني الناس مش مصدقة، أنا معايا ناس مصري بيقولوا هي سوهاج حلوة كده، مش مصدقين لما راحوا شافوا معبد أبيدوس، ثم رحنا بعد كده أخميم، ثم متحف سوهاج، الدير الأبيض، الدير الأحمر، الشيخ حمد. سوهاج غنية جدا، وده يمكن بنحاول إحنا نعمله إن إحنا نوري جمال المحافظة بتاعت سوهاج، وربنا يقدرنا كل فترة نروح محافظة مختلفة إن شاء الله. ورمسيس الثاني هو الحاكم الأقوى والأكثر شهرة في مصر القديمة، وكان يعرف أيضا باسم رمسيس الأكبر. وهناك مشروع تنموي آخر يجري في سوهاج يتمثل في أعمال الاستكشاف والحفائر بمعبد أترابيس، وهو المعبد الوحيد المتبقي في مصر الذي لم تكتمل أعمال التنقيب فيه بعد. وعلى بعد كيلومترات تم افتتاح مشروع خفض المياه الجوفية في معبد أوزيريون قرب منطقة أبيدوس الأثرية، بما يسمح للزوار بالدخول إلى المقابر الأثرية. مازلنا في أجواء الأثار. شهد الدكتور خالد العناني وزير الأثار ومحمد سعفان وزير القوى العاملة فعاليات زرع 100 شجرة بالمتحف المصري الكبير بميدان الرماية. في الحقيقة كمان قيمة الاحتفالية بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس منظمة العمل الدولية و60 عام على تأسيسها في مصر وأفريقيا. نشوف التقرير محركنا الجامرة تاني. احتفالية نظمتها وزارة الآثار بالتعاون مع مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة لزراعة 100 شجرة أمام الواجهة الرئيسية للمتحف المصري الكبير والمطلة على أهرامات الجيزة. إهداء 100 شجرة للمتحف المصري الكبير، فإحنا طلبنا بقى أن 100 شجرة دول اللي يزرعهم يكون شباب مصر
وأطفال مصر وبالأخص الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، لأن المتحف ده مبني للشباب المصري والأطفال المصريين عشان يعرفوا عظمة أجدادهم وعشان السائحين كمان، لكن برضو دول اللي لازم نزود فيهم الانتماء. مشاركة رمزية إن شاب في جامعة أو طفل في مدرسة بيزرع شجرة هي ليها رمزية كبيرة وبيزرعها في مكان حضاري رائع، هي هدية من مصر للعالم كله. نحتفل بمرور 100 عام على تأسيس منظمة العمل الدولية بعد الحرب العالمية الأولى، ونحن فخورون بأن ندشن هذه الاحتفالية من المتحف المصري الكبير حيث الحضارة المصرية العريقة. وقد تم اختيار مصر ضمن 187 دولة أعضاء في منظمة العمل الدولية لتنظيم تلك الاحتفالية وغرس تلك الأشجار بمشاركة الطلاب وبعض الشباب وذوي الاحتياجات الخاصة. هذا الحدث اللي احنا واقفين فيه دلوقتي نقول في كلمتين عظمة مصر، اللي احنا فيه ده يؤكد على عظمة مصر وحضارة مصر اللي خلت منظمة العمل الدولية تجعل الدولة المصرية هي إحدى 24 دولة تحتفل بالمئوية الخاصة بها. ويعد المتحف المصري الكبير من أهم المشروعات القومية الكبرى، ومن المقرر أن يضم نحو 100,000 قطعة أثرية على مساحة 490,000 متر مربع. زراعة 100 شجرة في احتفالية منظمة العمل الدولية بمرور 100 عام هو أمر يؤكد على عظمة الحضارة المصرية القديمة وأهمية المتحف المصري الكبير باعتباره هدية مصر للإنسانية جمعاء. من المتحف المصري الكبير أشرف مبارك، النيل. نروح للنشاط الاقتصادي بقى، ويمكن برضو مصر يعني بتشهد العديد من الطفرات اللي بتحصل على الصعيد الاقتصادي، وكمان بتحظى باستضافة العديد من المنتديات والمؤتمرات والملتقيات اللي بتبين الدور الاقتصادي اللي بتقوم به مصر مؤخرا. النهاردة إن شاء الله تنطلق فعاليات القمة السنوية لأسواق المال القادم، وبتحمل عنوان أدوات التمويل فرص لتسريع النمو وتنشيط أسواق المال. طيب نناقش كمان مؤتمر آليات تفعيل السوق الثانوي الخاص للسندات وسبل تعزيز حجم أسواق الدين ومستقبل وجود سوق ثانوي ناشط لأدوات الدين والدخل الثابت لضمان استمرارية تدفق الاستثمارات للمؤسسات المصدرة أو المصدرة لهذه الأدوات عبر أسواق ثانوية، بيسهل عدم اقتصارها على الإقراض من البنوك فقط، مما يزيد من عمق السوق ويخلق تنافسية من جانب عرض الأموال بين البنوك وأسواق المال. الحقيقة يعني فكرة الملتقيات، ملتقيات التوظيف لما ظهرت أو بدأت تظهر في الجامعات المصرية، الناس في البداية ما كانتش فاهمة إلى أي مدى ممكن الملتقى ده يجيب نتيجة. دلوقتي بقوا الشباب بينتظروا هذه الملتقيات لأنها بقت فرص يعني فرص حقيقية لإيجاد فرصة عمل أو تدريب في كبريات الشركات. أنا شايف الأهم يا كريم إن إحنا نشوف السوق محتاج إيه ونخرج له الناس اللي محتاجين. أعتقد ده ماشي بشكل متوازي. مهم قوي إن إحنا نفهم السوق محتاج إيه دلوقتي. يعني أنت لما بتجيب شركات عندك للجامعة ومدير الشركات والإتش آر والهيومن ريسورسز الموارد البشرية بيتكلموا في الموضوع ده، أنت عارف كمان مخرجات الطالب اللي عندك لازم تتسم بيه، أو حتى عارفة من سنة أولى مثلا ممكن نوجهه حتى اللي هو في جامعة، فبالتالي احنا مثلا بعد 4 سنين في دراسه مستقبليه. انت عارف لازم تتابع برنامج المستقبل بقى الحقيقه. أيوة. علشان احنا مهتمين جدا بالموضوع ده. مركز تنميه المهارات والتوظيف بجامعه عين شمس بينظم اليوم ملتقى التوظيف السنوي السابع لطلاب الجامعه. كمان هيحضر هذا الملتقى حوالي 5,000 طالب من مختلف كليات الجامعه من 50 شركه من مختلف المجالات العلميه. وزارة الثقافة اختتمت احتفالاتها بمئوية ثورة 1919 واللي بدأتها في يناير الماضي على خشبة مسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية. كمان التكريم ده شهد أبناء وأحفاد أبطال ثورة 19. كلام بيقولوا كده بس الحقيقة محدش كرمنا يعني. بس يلا ماشي. أنت من ثورة 19؟ مفروض. أنت حضرت الثورة؟ لا لا جدي. أوكي. أنا تابع التاريخ. أنا المصري. برعاية وزارة الثقافة نظم قطاع الانتاج الثقافي بوزارة الثقافة احتفالا فنيا بمناسبة مرور 100 عام على ثورة 1919 على خشبة مسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية. الاحتفال الختامي لأجندة ثورة 19 اللي وزارة الثقافة بدأتها من شهر يناير بأحداث وفعاليات مهمة جدا جدا على مستوى قطاعات وزارة الثقافة ككل، من إصدارات للكتب، من مؤتمرات، من فعاليات فنية. الفكرة الأساسية أن احنا نكرم رواد ورموز هذه الثورة في كل المجالات،
مش بس في السياسة لكن كمان في الفن وفي الشعر وفي الأدب ورجال الدين. شهد الاحتفال تكريما للسبعة عشر رمزا من رموز ثورة 1919 تكريما واعترافا بدورهم الرائد خلال تلك الفترة. لهذه الاحتفاليات رمزية مهمة والتمسك بالقيم التي نادت بها ثورة 19، قيم الحرية، قيم احترام القانون والدستور، قيم الوحدة الوطنية. الشعور جميل جدا طبعا، دي وزارة الثقافة وهدى شعبان مهتمة جدا بالثقافة، ثقافة روحها نفسها من طفولتها. والدي كان من المشاركين بقوة بثورة 19 وكان من يعتبر من أبناء سعد الزغلول. الطريق اللي قدر يوحد المسيحيين والمسلمين في ثورة 19، لأن كان قبل كده كان في نوع من الانقسام بين العنصرين الأمة. الحمد لله بالثورة العظيمة دي قدر يبقى يحصل نوع من اللحمة، نوع من التلاحم. لأول مرة بعد ثورة 19 ما كنتش اسمع على أي حاجة أو أي مشاكل طائفية بين المسيحيين والمسلمين. حضر الاحتفال والتكريم دكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والمخرج خالد جلال رئيس قطاع شؤون الانتاج الثقافي، وعدد من الفنانين المثقفين ورجال الإعلام والصحافة. بتكريم عدد من رموز ثورة 19، تكون وزارة الثقافة قد أسدلت الستار على ختام حفلاتها لمئوية ثورة 1919 التي كانت وما زالت نبض الشعب المصري. من داخل مركز الهناجر بدار الأوبرا المصرية، عبد الحميد صقر، النيل. طيب نروح بقى لأخبار الرياضة. طبعا أخبار الرياضة مع زميلتنا ياسمين الأفاص، لكن بعد الفاصل. نرجع نكمل معاكم جولتنا الإخبارية لهذا الصباح. بيحتشد العشرات لمشاهدة الفنان فيكتور سيتالي وهو يرسم لوحة زيتية في معرض فنون العالم بدبي، بيرسمها في سبع دقائق فقط. كمان موضوع غريب جدا، وانتقد ستالي البالغ من عمر 29 عام هو أصم وأبكم من بلدة زامبيا إلى دبي مع أسرته عام 2006، واكتشف موهبته الرائعة في مجال الفن. ولم يولد ستالي أصما لكنه فقد السمع تدريجيا وفي سنوات عمره الأولى جراء إصابته بارتفاع كبير في درجة الحرارة، وتردد الفنان الزامبي على مركز دبي لذوي الاحتياجات الخاصة والتقى بمعلمته جولشان كفران واللي قدمته لمركز مواهب من الناس الجميله والخاص بذوي الاحتياجات الخاصه. واو، اللوحه التحفه. لا حاجه جميله جدا، وسبع دقائق مبهره بس. مبهره بالظبط. طبعا ده اللي ياكد ان يعني برضو اللي بيبقى عندهم مشاكل معينه سواء في السمع او في البصر او في اي شيء، لو اخذوا او اتحطوا في مناخ ملائم لكنهم الصح، لو توظفوا صح. انا مؤمنة ان دايما كلنا كل حد فينا جواه كمان طاقات معينه ممكن يكون مش عارف يطلعها فين. لا بص نطق ازاي. لا فظيعه. سبع دقائق ده بقى له مستقبل كبير. ما شاء الله، بورتريه رائع طبعا. يعني الحقيقه يمكن كنا متابعين امبارح انتقال حديقه الحيوان من غزه الى الاردن، وبالفعل بالامس غادر خمس اسود وخمس قرده واربع نعامات وثلاثه طواويس وذئبان وضبع غادروا غزه الى الاردن بعد انقاذهم من حديقه الحيوان في غزه، لان نفق للاسف العديد من الحيوانات فيها بسبب نقص الغذاء. مأساة والله، يعني حتى الحيوانات اشتكت. يعني مش ممكن، يعني بص الاضطهاد وبص يعني قله الغذاء والحصار وصل لحد فين، ان الحيوانات نفسها بتمشي وتسيب غزه يعني. كمان افادت جمعيه فور باوز الخيريه الدوليه للدفاع عن حقوق الحيوان عمليه الاجلاء، واللي شملت كذلك كلابا وقطط وثعالب وعشره سناجب، والقى فتح جمعه صاحب حديقه الحيوان في رفح في جنوب غزه باللوم على الظروف الاقتصاديه السيئه والحصار اللي تفرضه اسرائيل على القطاع في عدم تمكنهم من اطعام الحيوانات بشكل جيد وتقديم الرعايه الكافيه ليهم. وقال امير خليل من منظمه فور باوز انه هو اللي اشرف على عمليه الاجلاء، وان الاقفاص في حديقه حيوان غزه باتت اصغر من ان تاوي الحيوانات ونسلها، واضاف انها ستنقل الى ماوى امن في الاردن. وين الباب؟
طيب نروح لجولة الصحافة والحقيقة في مجموعة متنوعة من الموضوعات. نبدأ من الأهرام، قمة مصرية أمريكية اليوم في البيت الأبيض، سيسي وترامب يبحثان أزمات المنطقة وتعزيز العلاقات الاستراتيجية. طيب نرحب بالأستاذ يسر السيد مدير تحرير جريدة الجمهورية. صباح الخير أستاذ يسري. كل سنة وحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك، كل سنة وحضرتك طيب يا رب. حضرتك طيب. في الحقيقة طبعا هي قمة مهمة جدا وحديث فيها مهم، والكل ينتظر النتائج مش بس في مصر، لا أعتقد منطقة الشرق الأوسط هيكون فيها مستجدات كبيرة جدا في هذا الموضوع، فأعتقد هذه القمة كبيرة جدا. شايف حضرتك التوقيت الخاص بهذه القمة وإزاي ممكن تكون اللقاءات ما بين الرئيس السيسي وترامب في هذه القمة في الولايات المتحدة؟ أنا أعتقد أن هذه القمة ممكن إذا أطلقنا عليها فممكن تبقى قمة المكاشفة والمصارحة والتخطيط للمستقبل، لأن أنت أولا رايح الرئيس رايح بعد القمة العربية، القمة العربية خدت قرارات مهمة بشأن الجولان ورفض القرار القرار الإسرائيلي بضم الجولان ورفض القرار الأمريكي باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل. فأنت كالرئيس السيسي كرئيس أكبر دولة عربية رايح يعني في بعد هذه القمة في قمة مصارحة، في كلام إن العالم العربي حتى رغم الأزمات اللي موجودة لكنه رافض مثل هذه القرارات. ده على المستوى الفلسطيني، خاصة إن مصر لعبت دور مهم جدا في التهدئة بين قطاع غزة وإسرائيل في الفترة الأخيرة، وبالتالي مصر صاحبة مصلحة أن يسود الهدوء في المنطقة، وفي نفس الوقت لن يسود الهدوء بشكل مستمر إلا بحل عادل للقضية الفلسطينية. أنت رايح بتقول له والله إحنا عندنا قرار قمة عربية سابق قمة بيروت باعتبار الإسلام خيار استراتيجي وغيره، وبالتالي أنت رايح مد إيدك بالكلام من ناحية، لكن في نفس الوقت بتقول ان لابد ان يبقى في الانحياز الكامل لاسرائيل. ده لن يحل القضيه بس هيعقد. النقطه المهمه ايضا ان فيما يطلق عليه صفقه القرن، رؤيه مصر هتبقى ايه اذا كان هذا المشروع سوف يظهر للوجود. لابد ان يبقى لها دور مهم جدا ورأي مهم جدا في القضية. يمكن هذا يعني اسمح لي أستاذ يسري، ده اللي بيخلي هذا اللقاء يعني هناك حالة من الترقب عما قد يتمقد عنه هذا اللقاء، لأن الأجواء الخلفية الحادثة واللي حصلة بعد قرارات ترامب ليست يعني لن تكون هناك الأجواء ودية كما يعني يقول البعض أو كما يرى البعض. إذن كيف يمكن أن تتم صياغة هذه الموضوعات، خاصة وأن مصر رايحة بعد ما تحقق من إنجازات كبيرة وإنجازات سياسية وثقل سياسي واستعادة مصر لريادتها ودورها القوي في المنطقة العربية والشرق الأوسط، رايحة بمنصب قوة وليس بموقف أقل. بص حضرتك أمريكا وغيرها أدركوا أن رؤية مصر رؤية لا تبنى على مصالح ضيقة. يعني إحنا رؤيتنا في سوريا مثلا من بداية الصراع قلنا إن لابد من الحفاظ على كيان الدولة السورية، لابد من الحفاظ على الشعب السوري، لابد من إن الحل هناك حل سياسي وليس حل عسكري، ودعينا إلى عدم التدخل في الشأن السوري. مشوا عكسنا، النتيجة إيه؟ النتيجة إن أوروبا صرخت من اللاجئين، الملايين اللاجئين من سوريا ومن العراق وغيرها. أمريكا أدركت في نهاية المطاف أن الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة أو وجود التحالف في سوريا لن يحل المشكلة، وبالتالي عادوا إلى رؤية مصر في سوريا. واخد بال حضرتك؟ نمرة اثنين، أن مصر برضو كان لها موقف في ليبيا والأزمة مشتعلة الآن في ليبيا، ومصر ليها موقف واضح ايضا في ليبيا بنفس الاليات السابقه في سوريا، وبرضه بيبداوا يرجعوا. اذا اي صاحب سياسه او صاحب رؤيه او صاحب قرار زي ترامب وامريكا لابد انها تصغي جيدا للرؤيه السياسيه المصريه، لانها احنا مش بناخد مصالح ضيقه، احنا مش زي بعض الدول بنلجا ان احنا ناخد اي مصالح ضيقه حتى ولو كانت على حساب شعوب وتفتت الدول. وبالتالي انت بتتكلمي مع مصر ذات التاريخ وذات الثقل وذات الرؤيه، دي نمره واحد. نمره اثنين، ان كمان في وعد اخر في هذه الزياره، ان الرئيس السيسي رايح ايضا بوصف مصر رئيسه الاتحاد الافريقي،
صحيح. وبالتالي انت كمان تتكلمي ايضا باسم افريقيا، اذا راح تتكلمي باسم العرب وباسم افريقيا، وبالتالي انت يعني ذات ثقل مهم جدا، خاصه زي ما حضرتك بتقولي بقى اني برضو اثبتت الايام رغم اللي كان بيتعمل فيه من الاخوان وانصارهم وغيره في الدعايه ضد مصر، ان اثبتت كل الكلام ده، لا مصر حاجه تانية خالص غير اي ما يروجه الاعداء. انت داخله كمان في نتائج بعد ما سوف تصدر عنه الانتخابات الاسرائيليه والتشدد الاسرائيلي، التشدد الاسرائيلي اللي وصل للحال دي ان عاوز يضم اكثر من 60% او 70% من الضفه الغربيه في غزه، يعني ما كفهوش ما التهمه من فلسطين كامله او وجاي على المنطقه حتى. طيب اللي سيد جيسي هناخد خلينا نروح للأخبار كده سريعا بس برضو، ما هو في إطار الجولة برضو الخارجية للرئيس السيسي اللي تشمل برضو لسه هنرجع نكمل في جولة إفريقية. خلال القمة مع نظيره الغيني السيسي تسخير إمكانات مصر وخبراتها لدفع عجلة العمل الأفريقي المشترك، وألفا كوندي العلاقات بين البلدين تاريخية ونسعى لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري ما بين مصر وما بين غينيا. في الحقيقة طبعا دي زيارة مهمة برضو قوي قوي يا أستاذ يوسف، بتفتح كمان آفاق لمصر في أفريقيا، الرئيس كمان يتقلد أرفع وسام في غينيا، في الحياة ده كله تكريم لمصر ومصر بتعود لدورها من جديد لأفريقيا. بص حضرتك ده الكلام اللي أنا كنت بقوله حتى من شوية، وهو الرئيس رايح لأمريكا رايح بوصفه رئيس للاتحاد الأفريقي. أنت ميزة هذه الجولات أني أصبحت هذه الجولات لا مش فقط لحضور قمة أفريقية مثلا أو لحضور أو لبعض العواصم الكبرى في أفريقيا، لا أنت أفريقيا كلها هي السند الرئيسي لمصر وللعالم العربي، وبالتالي لما نروح لغينيا بنعيد علاقاتنا مع غينيا، وبعدين هذه الحفاوة التي تقبل بها الرئيس السيسي بتعكس تاريخ العلاقات المصرية الأفريقية من جهة، وفي نفس الوقت مدى الشغف الافريقي بعودة مصر، لان هم شافوا ان في غياب مصر افريقيا خسرت كتير واحنا خسرنا كتير، غيابنا خلى بعض الكيانات الاخرى تخش بتتواجد في افريقيا بشكل ومش بشكل بيحقق المصالح للاسف لا للقاره ولا للدول العربيه. نعم كده، ما انا عاوز اكمل لحضرتك اهو، هم شافوا البديل ان دخلت بعض الكيانات ادت لزياده الفتن في المنطقه في القارات الافريقيه، عملت زياده الصراعات، عملت قلبت ابناء القبائل على بعضها، وبالتالي مصر لما كانت بتبقى موجوده لما كانت موجوده في الستينات وغيره تحررت افريقيا على يد مصر، التنميه حصلت على يد مصر، الازهر راح بعلمائه وخبراته الدينيه، الكنيسه المصريه عادت الى افريقيا، وبالتالي الجامعات المصريه عادت لافريقيا، وبالتالي انت مصر كانت دايما شعله نور. عشان كده استاذ يسري يعني اسمح لي، كان الاستقبال كان حافل جدا في غينيا. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي السيد يسري السيد مدير تحرير جريده الجمهوريه، شكرا جزيلا لك. طب نروح لجريده الاخبار، مدبولي تقرير اسبوعي حول موقف السلع الاساسيه وكمياتها لضبط الاسعار، المصالح المخزون بيكفي 6 اشهر 14 جنيه للفول بمعارض. اهلا رمضان، كل سنه وانتم طيبين. كل سنه طيبه يا كريم. وانت طيب يا عم. نروح للاستاذ عبد الناصر منصور مدير تحرير الاهرام الاقتصادي، هيكون معانا بعد قليل. في الحقيقه طبعا الكميات اللي راح حتى اي سوبر ماركت كبيره او اي اماكن كبيره، لقينا المبادره بتاعه وزاره الداخليه في الحقيقه في تعاون كبير جدا، والاسعار في متناول الجميع، وفي الحقيقه في تخفيضات حقيقيه. ده حقيقي، وبعدين كمان ما تم نزول اكتر في اكتر من معرض الحقيقه، يعني مش بس في الاسواق التجاريه الكبيره الخاصه، لكن كمان بقى في منافذ بيع تابعه للحكومه. استاذ عبد الناصر منصور مدير تحرير الاهرام الاقتصادي بينضم لينا عبر الهاتف. صباح الخير استاذ عبد الناصر. صباح النور. اهلا بحضرتك يا فندم. ويمكن الخبر اللي كنا بنتكلم فيه الخاص بضبط الاسعار وان عرض السلع باسعار مخفضه من خلال 220 موقع لمعارض اهلا رمضان، ده هيبدا من 20 ابريل ان شاء الله. اعتقد ان الحكومه استعدت تماما، وده اعلان بشكل رسمي سواء كان من تاكيد من رئيس الحكومه الدكتور مصطفى مدبولي او وزير التموين والتجاره الداخليه دكتور علي مصلحي، اللي بيأكد تماما توافر هذه السلع التي يحتاجها المواطن خلال الشهور الستة القادمة بأسعار مناسبة للجمهور من خلال هذه الأماكن المختلفة على مستوى الجمهورية بأسعار تنافسية تناسب الجميع، ده
ده ردا على كل ما أتيه عقب فضل السيد الرئيس لإقرار العلاوة الدورية والاستثنائية الخاصة التي أعلنها السيد الرئيس مؤخرا من أن السلع ستكون متوفرة، ولكن المواطن عليه دور أيضا ودور رقابي في الامتناع عن السلع المغالى فيها. هناك أيضا خلاف الجهات الرسمية التي توزع السلع بأسعار مناسبة، هناك جهات أخرى مثل فروع التوزيع التي أعدتها وزارتي الدفاع والداخلية في سواء كانت أماكن توزيع ثابتة أو متحركة، والتي تتواجد في كافة الأماكن التي يقبل عليها المستهلك سواء كانت المدن أو بعض القرى. أظن أن الاستعدادات ذات تكون يعني هو بالفعل موجودة، ولكن هذا هو تأكيد من أن الدولة مستعدة. صحيح، يعني يبقى في كله يلعب دوره بشكل سليم، الدولة توفر أماكن خاصة بهذا الأمر، وكذلك المواطن يكون يقوم بالدور الرقابي. طيب خلينا نروح أستاذ عبد الناصر للصفحة الرابعة من جريدة الأهرام، إقرار موقع ضبع رسميا تمهيدا لإصدار إذن بالإنشاءات وشاكر تنسيق كامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإصدار التراخيص اللازمة. الحقيقة ده موضوع مهم قوي برضو. طبعا دي من الأخبار السارة اللي احنا يعني النهاردة بنسمعها، وده إقرار جديد في وخطوة جديدة في موضوع محطة الضبع النووية التي ينتظرها الشعب المصري، ويسعد بالأخبار التي تأتينا يوما بعد يوم في الخطوات التنفيذية لإنشاء المحطة التي سيكون لها مردود إيجابي، سواء خاصة أنها من المحطات التي لها دور مهم ليس فقط في توليد الطاقة الكهربية، ولكن في أمور أخرى متعلقة بالصحة وأيضا مشروعات خدمية أخرى، لأنها محطة سلمية كما أعلن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وهذه المحطة عندما يسمع المواطن أن هناك خطوة جديدة أيضا ده رد إيجابي وعملي على أي إشاعات. صحيح إن في إنجاز، إن في إنجاز بيتحقق وإن في خطوات بيتم الإعلان عنها أول بأول. طب نروح للجمهورية بحضور وزيري الاتصالات وبمشاركة 200 شركة ومؤسسة انطلاق المنتدى المصري السعودي للاقتصاد الرقمي. أثر هذا المنتدى أو أبرز الموضوعات اللي هيناقشها هذا المنتدى أستاذ عبد الناصر؟ وأنا بس أحب أأكد على إن ده نوع جديد من التعاون بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية في مجال جديد اتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وهذا المنتدى وما سيناقش فيه من موضوعات تهم هذا القطاع، خاصة أن هناك مشروعات ضخمة جدا ولأنها هي المستقبل بالنسبة للعالم كله، مشروعات اتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي تنتج أو يعني برامج متنوعة وبتكنولوجيا عالية تخدم المجتمع العربي والمجتمع الدولي وتوفر عملات أجنبية عند تصديرها. ولنا يعني مثال الهند على سبيل المثال التي تقدمت في مراحل كبيرة جدا وأصبح تصدير التكنولوجيا للعالم هي المصدر الرئيسي للهند التي صعبة فعلا رغم ظروفها الاقتصادية الصعبة. فأظن أن اتجاه الدولتين مصر والمملكة لهذا الاتجاه والتعاون المشترك في خطوة جديدة من أنواع من الخطوات الهامة في التعاون المشترك بين الدولتين الشقيقتين مصر والمملكة العربية السعودية. شكرا جزيلا ليك استاذ عبد الناصر منصور مدير تحرير جريدة الأهرام الاقتصادي، شكرا جزيلا لحضرتك وشرح يعني كان وافي زي ما بيقول يعني. شكرا جزيلا. نروح للمصري اليوم، الصفحة الأولى، واشنطن، وضع الحرس الثوري الإيراني على لائحة الإرهاب، وزير الخارجية الأمريكي بيحذر شركات والمصارف حول العالم من التعامل مع الحرس الثوري. تعرف أنا عندي شوية أسئلة في الموضوع ده، يعني رقم واحد ليه دلوقتي؟ رقم اثنين أمريكا كانت معترضة على الموضوع من شهر أكتوبر. رقم ثلاثة إيه موقف الدول الأوروبية من أمريكا وهم معارضين للاتفاق النووي؟
مجموعة أسئلة في الحقيقة بتطرح في الموضوع ده. طبعا، وده بيأكد أن الحرب المتبادلة بين واشنطن وبين إيران يعني دايما بتاخد موقف أشبه بالموجة، صعود وهبوط، تضاغطات وتخلخلات، وده على حسب المصالح بتاعتهم. يعني إيران هي كمان قالت أنتوا لو وضعتوا الحرس الثوري الإيراني على لائحة الإرهاب، إحنا كمان هنعتبر قواتكم الأمريكية الموجودة في المنطقة العربية سواء في العراق ولا في سوريا ولا في أي حتة هم كمان إرهابيين. بالزبط. معنى كده أن في ممكن يكون في استهداف مباشر للقوات الأمريكية اللي هتكون الحقيقة الوتيرة بتتصاعد بشكل كبير جدا الفترة القادمة. أعتقد تصاعد كبير للأحداث، والولايات المتحدة واضح أنها مش هترجع في قرارها بالنسبة لإيران، وإن كان يعني ما بين حين وآخر بنشوف وارد أنها ترجع الأوروبي. على فكرة بالمناسبة لو قدرت تحقق مصالح، يعني هو المبدأ الأساسي بالنسبة لترامب هو عارفة هو إيه، أنت لما تحسبيها هما دلوقتي بيحاولوا يستولوا على البترول من فنزويلا، فطالما في مصدر تاني يبقى احنا نقفل المصدر الاولاني. بالظبط. طب لما هالموضوع يخلص في فنزويلا تلاقي ايران ابتدى الموضوع يتحل، يعني عارفه هي حسبه الكراسي المتحركه زي ما بيقولوا. ده صحيح. وفكره فعلا ممارسه الضغط من وقت للتاني لتحقيق اكبر مصلحه ممكنه من ايران، والضغط عليها على الصعيد الاقتصادي والقرارات السياسيه وتضييق دورها تحت زعم طبعا ان هم بيحاولوا ان هم يحجموهم على المستوى السياسي وعلى المستوى العسكري على في مختلف المناطق، وده ممكن يلاقي رواج عند البعض بشكل كبير، عند بعض القوى اللي هتحقق كمان مصالح لما يتم الضغط على إيران من هذه الزمن. على كل حال إن غدا لنظره لقريب زي ما بيقول، هنشوف الله يحسن. اللهم أهلك الظالمين من الظالمين. احنا مالناش دعوة. احنا مستنيين نشوف النتيجة. احنا هنشوف النهاردة إن شاء الله يحصل إيه من لقاء الرئيس السيسي بترامب. الحقيقة ده كل الناس مترقبة أو كل العالم بيترقب اللقاء ده، لأن فيه في الحقيقة كيف توقيت مهم قرارات جداً مهمة جدا الموضوع، والتوقيت حرج للغاية زي ما قالت كريمة. الحقيقة احنا كلنا منتظرين للنتائج اللي هتسفر عنها اللقاء ما بين الرئيس السيسي ودونالد ترامب إن شاء الله 6 مساء بتوقيت القاهرة بإذن الله. طيب نروح بقى لأخبارنا السياسية بصحبة زميلنا محمد عاطف وموجز لأهم وآخر الأنباء على رأس الساعة. فاصل قصير ونروح لمحمد عاطف.